بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إن من نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخير فيها يزيدون أعمالهم ويتقربون لخالقهم، تشرف الأعمال فيها بشرف الزمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وقد أظلنا بعض من هذه النفحات، فها نحن قد دخلنا في شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان، وقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما حال السلف الصالح في شعبان فهو أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على مصاحفهم فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله في رمضان، وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا، وأخذوا يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان، وأكثروا فيه من الصيام والذكر والقيام. وأما حال بعض العارفين بالله في شعبان فهو أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان داوموا على قراءة سورة ياسين 3 مرات بعد صلاة المغرب، الأولى بنية طول العمر، والثانية بنية دفع البلاء، والثالثة بنية الاستغناء عن الناس، ثم يقول هذا الدعاء مرة واحدة بعد كل مرة يقرأ فيها السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقطار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقرأ 7 آيات المنجيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها،
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم وفقنا لفعل الخيرات والطاعات والحسنات يا رب الكائنات يا رب العالمين يا الله. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.